انجرحت من أنثى؟ لا أنا ما أنجرح من مرة. والله ما أفتح هيك باب سالفي. ما تفتح هيش مجال للعلاقة أصلاً؟ أصلاً ماكو. أبد. أنا ما أنا يعني إحنا خلينا نكون صريحين. يعني هذا. أنا وعدتك. هذا أعتبره مثلاً ولاء مثلاً زوجتك؟ طبعاً. هاي الدرجة الأولى والدرجة الثانية. وما قبلها؟ ما موجود. ما موجود. تماما ما موجود شيء. نادر اليوم انه تلقى لك شاب وشاعر ها؟ نعم. يعني ما عنده علاقات. سافر خل اسولف لك في الموضوع. أي. انا اتفقت وياك اكون صريح تمام؟ اي مسألة الحب تبدي فترة المراهقة للشباب تمام؟ انا بفترة المراهقة لنصف 2019 تحديدا. كلش ما عندي مجال احب. شنو شدك؟ عمل اعمال حره جانب الشعر في وقت معين كان الاعلام والدراسه. والاهم من هذا انه اني ما مهيئ ان احب، انا لو احب بصوره صحيحه لو ما احب. ل 2019 في نصف 2019 اني حسيت انه هنا لازم اكو انسانه تدخل بحياه زيد تغير من واقع زيد. أنا قمت أحتاج هاي الإنسانة إنه لازم أحكي لها، لازم تفهمني، لازم ألقى فد وطن آمن يعني. زوجت عن حب أنت؟ الحمد لله. الحمد لله. سعيد إن شاء الله بعد. الله يسلمك. فدخلت هاي الإنسانة الحمد لله 2019 وحالياً هي الحمد لله الحب الأول والأخير، وحالياً هي أم ابني وأم بيك. الله يوفقك. الله يسلمك. بس لا يوم ألقاك صادق أفضحك. من هو؟ أنت. أنا ما صادق صادق يا أخي، أنا وفي. خل اسمع قصيدة يلا. يعني راح أحكي على هذا الموضوع إن شاء الله. على هذا الموضوع. أيوة. موضوع الحب. يعني هو كان أكو هواي ناس تسأل. هواي ناس تسأل عن موضوع الحب مثل ما سألت حضرتك، فأكو قصيدة يعني أنا أسميها بسيطة إن شاء الله. يلا أسمع حبيبي. أنا عليها خايف من العيون. لذلك ما قلت كلمة بحسن. بنية وبالمواقف سبقت رجال من مال الحمل دنت متنها. وقت الراي تملك راي لشيوخ وبالحنيه توقف امه جنها وبالحنيه توقف امه جنها تعذبني بهلا بهلا وطشت راحت بال تعذبني بهلا وطشت راحت بال وتطلع لي الضحك من نص حزنها واذا مرني التعب لو يوم سهران طول الليل ما يطبق جفنها انا عليها خايف من العيون لذلك ما قلت كلمه الله يوفقك بها. الله يسلمك. جميل جدا انه اليوم بعد عندنا رجال انه يشيد مثلا بزوجته. انا هذه الصفه للاسف هذه الفتره ما نشوفها قلت. انا اعتبرها من اعظم صفات الرجال. اعظم صفات الرجال هو انت شلون تثبت رجولتك؟ ان تحترم المراه. وان احنا هسه اخو ناس ولد عشاير خلينا نحكيها بال نعم نعم مو صح لو لا؟ احنا ناس ولد عشاير. اكيد طبعا. فولد ابن العشيرة أول شيء قدرة يقول المرأة لها حقوق. هي ما جاي يشوفك حالات عندنا يعني يا زيد جاي يشوف حالات عندنا بالعشائر اليوم اللي ينهون عليها واللي يأخذوها فصلية. يعني هاي عندنا بشارنا. أشوف بهذا القرن الجديد اللي دخلنا به بدأت تنعدم بالإضافة لأنكوا قانون تفعل تجاه هذا الموضوع. القانون هم أخذ جانب قوي. وان شاء الله اكو وعي جاي يصير هسه كلها سله بس مال انه تعال ابن عمها يجي ينهي عليها ويدمر حياه البنيه يعني وهو تلقى متزوج او مو مقامها هذا اعتبره انه اعلى نقطه بالجهل للاسف يا رب ان شاء الله انه من خلال هذه الاصوات انه نقدر انه والله يا ريت انه يصير تحسين بهذا الموضوع نتمنى والله ويصير وعي كافي لهذا الموضوع نتمنى والله